أنا داير كمان نرحب بكم مرة تاني. أنا رجعت لكم داير أعمل لكم another cooking show. فإذا حبيتوا كمان قولوا لي إنه حبيتوا what I'm gonna do today. الليلة أنا داير أعمل لكم زلابية أو بلغة تانية اسمه Lgymat, اللي هو Lgymat ده معنى بتاع لقمة. Or كمان إذا قلنا باللغة الإنجليزية هو بيقول عليه bite, something you just bite at one, that بيقول عليه Lgymat. فعشان كده كلمة Lgymat ده جاي من كلمة بتاع لقمة, لما تاخد لقمة واحد تاخد تاني لقمة, ده هو عشان كده سموها Lgymat. فLgymat ده عندنا في السودان أو في ساوث السودان إحنا بنعملها طوالي بسكر. فليلة أنا داير أعمل Lgymat بطريقة تانية, اللي هو بيكون بملح وبخط عليه حاجة زي بامكن وبخط عليه بطاطس. فأنتوا دايركم كمان تشوفوا ده ممكن يعجبكم. فأنا داير أوريكم الطريقة اللي إحنا هنعملها الليلة. أنت داير تكون عندك plain flour اللي هو هنا, وداير salt pepper أنا حطيته في وايت, وده بايكاب, وانا عندي هنا كمان سكر, وانا عندي هنا دراي ييست يعني احنا بنقول عليه خميرة, وانا عندي ديل اللي هو بنقول عليه شمارة باللغة العربية, والباسلي عندنا هنا ممكن تحط اذا انت بتحب الباسلي ولا بتحب الشمار. وانا عندي هنا بتايتل يعني انا عملت متساويين, وانا عندي فلاور كمان عندي 250 جرام اوف فلاور, 125 جرام اوف بوتيتو, اند 125 جرام اوف بامكن, وده هنا فلاور قلنا 250. واذا قلنا كمان لدراي ييست انت داير لك معلقه بتكون كفايه لنحن الوصفه اللي نحن نعمل الليله, وسكر داير لك كمان معلقه سكر, بايكاب انت داير لك تي سبون, لان بايكاب انت ما داير تكتب. عندنا المويه هنا لازم يكون warm لما يكون دافي, وسول بيبر تعملها تي سبون ايش, سول بيبر ان ممكن تعملها تي سبون ايش. هنا قبل ما نبدا انا داير اوريكم الطريقه بتاعت هنا. So the second step احنا نعملها هسه بانه نخش عايزين نعمل ستيم للبتايتو البامكن. احنا نحط في دبل اويل وورا, احنا دايرينه عشان كمان ما يكون مليان مويه, عشان كده انا حطيت في عشان البتايتو تنطبخ والبامكن تطبخها بطريقه كويس without too much liquid in it, you know, عشان كده نحن بنحبه نحطه في دبل بويلر. So بتواصل يطبخ انت maybe that like at least 20 minutes عشان تبقى soft enough, وبعد ده احنا بنضيف للباقي المواصفات اللي هنا نحن. تاني تريس طب انا داير احط الايست, حطه في one bowl, and السكر وشوية موية, شوية موية تلخبطه عشان انت كمان دايره يعمل امبروف بيفور, كمان بتكون زي كريمي لايك انت لما تشوفه بعدين بعد 5 دقايق بتشوفه بانه فار دبل, لما يفور ده بتعرفه بانه بتاع ده الدم. 5 دقايق is enough for that. So we هنا بنحط سايد. نحن منتظرين عشان البتايتو والبامكن you know يطبخ كويس. فأنا داير أعمل الصوص عشان الزمن كمان قصيرة. فأنا الصوص هجيب اللي أنا بعمله الليلة, عندي أنيون, عندي هاف أنيون ريد أنيون, وأنا عندي تشيلي, there are 4 pieces of chili, وعندي هنا كابسيكم هو 1 capsicum, وعندنا طماطم هو 1 طماطم, وعندي teaspoon of garlic, وانا هنا عندي كمان السكر هو 1/2 cup of sugar,
When then I come on a half cup of vinegar, well, and then a half cup of water. So the sugar will vinegar will moya, come out the magas bitan why is a maleta kubaya bitan the sugar on the moya on the vinegar. I shall it dig a tasaya we bitan the flavor or my con come on too strong. I have another onion. I put the pot bitan. Just a rehab with the chili and the onion on it, so that smells good. Just put the money in the house. Tapi ya kemarin hanya kita hamster lagi kira, buat dia tadi tak tel sugar wal moya wal vinegar, ni nak kotor tuan, hamster lagi kalau itu. Dan yang sebab hamster lagi, dia masih ada fikir sugar wal chili wal capsicum, okay, so ni nak binade tel sugar vinegar wal moya betana. So تسيبه كده وتخليه let it boil for another 5 minutes, just halfway, and then بعد ده so بتاعنا will show you the next step. سير نحن شايفين ال potatoes وال pumpkin بتاعنا is already getting ready after half an hour. So نحن نبدأ ال step بتاعنا هسه. So انت لما تيجي تعمل mix لل الزلابية أو اللجيمات الحاجات الدراي ده لازم تاخدهم مع بعض عشان انت مثلا السكر والسول بيبر لازم تعملها ميكس مع الدقيق بتاعنا عشان يتلخبط كويس. انت اذا حطيته في البامكن البيبر والسول بتتمسك في ده لكن ما بتتمسك في الفلاور حقه. عشان كده بقول لكم ابدا بالسول بيبر بتاعنا and back up the tana. Mix it. Love it all cool with shell. And then let it put the deal with tana on the voice of the tablespoon. شايفين ال is بتاعنا اللي هو خميرة لما تشوفوا فاير كده بأنه بتعرفوا بأنه is already done after 5 minutes. So تدايروا يعمل improve زي ده كده. فإذا خميرة بتاعك ما فار ما نعرف يعني maybe الخميرة بأنه الصلاحية بتاعته منتهية إذا ما فار فلازم تعرفوا. So نحن نشوف شايفين ال pumpkin بتاعنا والبوتيتو is ready. نحن نحبيش يب نايس اند سوفت. سو نحن بنستارت نحط الخميرة في الدقيق بتاعنا نحطه في النص. نحط ال pumpkin بتاعنا والبوتيتو شايفين الطريقة دي كده ممكن تعمل ذا ماشينج تعمل المش
that, just mash it off. Get the ring ready. The hot and moy the town and moy the man. It can warm a little bit. It's a man warm, my machine a lot on the potatoes or pumpkin or warm anyway. Come on, add, come on, show it moy. I'm going to set it again. Chip the battery there. Manabe Sibu Bada. Halea the mother sa attend here because Nassan is a Halet come on. Yom kami bikin hois. So, ane nak min ini, nama lawa glad wrap. So, hasil kita mana tu is done. Nih na nama tu no, na malu cover. Siapa le muda sah sah ten gulu, wala kama yom kami, wala hajar kita hajar. Kuna selo kate tu yom kami. But I come on and show for the next step from here. Come on and just show for sauce vitana. And then I'll let more than half an hour. Tall monkey show for the ring. See that sauce? Manado kid is done. So then add the step vitani. Put the sauce vitana if you check. One of the blitz. The step at Canada, come on, and I had a rain on a lower strain. The other chef in Zetbetana is ready. We're gonna come on the ship of the mixed Betana. Here, my chef in fire, but not a bigger voice. Check what he's already. Chef in on mixed Betana here. Say my chef, you know, chef will mix it on and we get ready. So, a second step, and then now I'm going to ask the step is there. They're like it, my like 10. I shall come on, take their talabil. Have this, if you want to use piping bag, we can come on easy for you. Maybe use a piping bag. Put the piping bag with that. We'll down a little cut from the bottom, we'll down a little squeeze. They'll top to over my gas, like in a there, I'm a spoon, learn a little easy. Lena kulana. Nashuf najarrab al mix vitana is a oil vitana hot. Ta nazalta arba wala. Khamsa sita hina shufu al magas al huwa. يكون كويس بالزلابية انت لما تجي تعمل دارك سلايد سبون عشان كمان الاويل تنزل بتاعت انت اذا نشلت النورمال سبون بيكون مليان بالزيت فانت لما تاخده الزلابي حقا بيكون يعني a lot of oil inside so عشان كده شوف لك سلاد سبون تعملوه يوز الطبخ ده انت وغانون بتاعك يعني اي حاجة ممكن تعمل الزلابي ده يعني ممكن تعمله بأي طرق يعني a lot of things ما يكون pumpkin وبتاتا بس اي vegetable عندنا في جنوب السودان ده تعمله له يوز you know So my icon muscle and lana amul today oh halas na whatever vegetable you want you just use it. I mean da shankira is more like Lgymat. The look my wife did the best. إذا شايفه كبار ممكن تعملها كمان صغار ده على كيفك
Then the energetical piping bag is into command the white above a paringa with a piping bag there is on the table. Come on, the three with that piping bag is a white hubbub. We are middle with three with that piping bag, and there are my recum. The three of them is you just push the tage that toes in. Shift it. Come on, there. The mom can come on, it's going easy for you and cut it. And I'm also taking it out of the mall, and there's one mind of piping back, so I'm a little bit mall. Again, the piping back on a shy will be going easy or what's wrong. I have a better piping bag. The color there, that's what you need. So then another place, so they're ready to come out. Beautiful. So next one now we'll just do the plate up. So we خلصنا الزلابيه بتاعنا واللجامات بتاعنا سو الطريقه بنعمل احنا بنعمل قايده الصوص حق اللحم مالتي جبال تشيلي صوص والزلابيه بتاع بامكن بتايلو سو ذس ده الطريقه اللي احنا بنقدمها له ف انتوا اذا حبيتوا كمان put your thumb up.